الحديث الرابع عشر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجل أو أجال عليه. رواه أبو داود حديث صحيح. الثابت في ذكر الخروج من المنزل هذا، وأنه يقول قبل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الملك له: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى عنه الشياطين، تبتعد، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني الشيطان يقول للشيطان: إيش حد تستطيع تسوي معه إذا كان هدي وكفي ووقي؟ هذا نتيجة هذه الكلمات: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تأتي الاستعاذات: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. الضلالة معروفة، ضد الهداية. أن أضل بنفسي أو أضل من قرين سوء، أي واحد يضلني، أعوذ بك منه، أعوذ بك أن أضل أنا أو أضل. طبعا أو أضل كذلك، يعني أعوذ بك أن أضل أو أضل، كذلك أن أضل. لكن إذا هو يعني أضل غيره يلزم منه أن يكون هو قد ضل، ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. أو أزل من الزلل، الزلل عن الحق، والزلة الذنب عن غير قصد. والمقصود هنا الاسترسال في الذنب، كالإمعان في النظر إلى الحرام ونحو ذلك. أزل أو أزل يعني يزلني أحد ويتسبب في زللي واسترسالي في الذنب. أو أظلم أحدا أو أظلم من أحد، لا أكون ضحية ولا يكون غيري ضحية لي. لا أحد يتسلط علي ولا أتسلط على أحد بالظلم. قال: أو أجهل حقوق الله، أجهل معرفة الله، أجهل حقوق ديني، أجهل حقوق العباد، أجهل أحكام الشريعة. كل من عصى الله فهو جاهل، أجهل عظمة الله. أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل. أو يجهل علي، لا تسلط علي الجهال يؤذونني، أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام أن يظلم في المعاملات يجهل عليه، أو يؤذى في المخالطات يجهل عليه. وسر الاستعاذة بالله من هذه الأمور عند الخروج من المنزل أن الإنسان إذا خرج من المنزل سيعاشر الناس ويخالطهم في بيع أو شراء أو منتدياتهم أو مجالسهم أو يمر عليهم، فلا يخلو أن يتعرض لشيء من هذا. يضلهم أو يضلونه، يظلمهم أو يظلمونه، يجهل أو يجهل عليه. سيدخل في معاملات مع الآخرين، سيكون في مخالطات ومصاحبات. إذا خرج من البيت سيمر على الناس ويمرون عليه، يدخل فيهم، يدخلون معه، فيحصل ما يحصل.
فاستعاذ بالله من هذه الأشياء بلفظ سلس بليغ موجز. موجز. وهذا كما في شرح المشكال الطيبي و